السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله حبايب الشطار، هنبدأ في النموذج رقم 3 من الكتاب المدرسي في الهندسة، وهناخد إن شاء الله نموذج امتحان للطلاب المدمجين. وركز معايا حبيبي الشاطر، النموذج ده أهم نموذج في الثلاثة، لأن فعلا نموذج في شوية أسئلة مهمين جدا لملك جميع أفكار المنهج. تمام، ويلا بينا نبدأ مع بعض في النموذج رقم 1. طيب نبدأ يا أستاذ مع بعض في النموذج الثالث. بيقول لك أجب عن الأسئلة الآتية يسمح باستخدام الآلة الحاسبة. أول سؤال، أكمل العبارات الآتية. بيقول لك أكبر الأوتار طولا في الدائرة يسمى إيه؟ يسمى يا أستاذ قطرا. تمام، يسمى إيه؟ قطرا. ليه يا أستاذ يسمى قطرا؟ ركز معايا، شايف الدائرة اللي قدامك دي؟ أيوة يا أستاذ. من الملاحظ إن أ ب د ق إيه؟ وتر، وبرده س ص وتر، وكاف د وتر، ولام ن وتر، وصاد ض وتر. بس هنسألك سؤال، ايه اكبر وتر فيهم؟ هتقول لي لام نون. ليه يا استاذ؟ لان يا استاذ كل ما الوتر يقرب من المركز يكبر، طب كل ما يبعد عن المركز يصغر. ركز ان الف ب صغير، لكن س ص عشان قريب من المركز كبير. ركز اكبر واحد فيهم اللي مر بالمركز. طيب اي وتر مر بالمركز يا استاذ ده بنسميه ايه؟ بنسميه قطر. تمام، يبقى اكبر الاوتار طولا في الدائرة يسمى هي قطرا. يا رب يكون وصلت، وندخل على السؤال الثاني. طيب بيقول لك المستقيم اللي مار بالمركز الدائرة وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر، يكون هي عموديا على هذا الوتر. ليه يا أستاذ؟ ركز معايا، لو عندي مستقيم زي ايه مثلا ميم نون، المستقيم ده يا أستاذ مر لمين؟ بالمركز، ونصف الوتر. ونصف مين؟ الوتر. نستنتج ايه؟ ان لازم يكون عمودي على هذا الوتر، طالما مر لي بالمركز ونصف لي الوتر يبقى هيكون ايه؟ عمودي على هذا الوتر. طيب ندخل يا استاذ على السؤال الثالث. بيقول لك ايه؟ القطعتان المماستان المرسومان من نقطه خارج دائره مالهم؟ متساويتان في الطول. ركز معاي، لو الدائره دي عندنا قطعتان ممستان زي أ ج و أ ب، مسوا الدايرة عند مين ومين؟ عند ب و ج، واتقطعوا لي بره نقطة خارج دايرة. نستنتج إن أ ج القطعة المماسية الأولى تساوي القطعة المماسية الثانية اللي هي أ ب. يا رب يكون وصلت، وندخل على السؤال الرابع. في السؤال الرابع يا أستاذ بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو الشكل ده، عاوز طول ميم دال. ميم دال اللي هو هي البعد العمودي من المركز على ايه؟ على الوتر. طيب ركز معايا يا استاذ، هو وعطيك الوتر كله كام؟ ب8. وركز معايا، طالما يا استاذ المستقيم ميم دال مرلي بالمركز وكان عمودي على الوتر، نستنتج ان لازم ينصف الوتر ده. طب الوتر كله ب8، يبقى نص الوتر ب4 والنص التاني ده بكام؟ ب4. من فيثاغورس يا استاذ نقدر نجيب ميم دال. تمام، طيب نعمل ايه؟ طالما عاوز ضلع يا استاذ يبقى نربع ونطرح ايه؟ تحت الجذر. عاوز ضلع من بتوع القائمه يبقى نربع ايه؟ ونطرح. 5 تربيع 25 ناقص 4 تربيع 16، 25 ناقص 16 كام؟ 9. وبعد كده يا استاذ ناخد الجذر، جذر التسعه كام؟ يساوي 3. يبقى ميم دال ب3 3 سم. طيب ندخل على السؤال الخامس. بيقول لك يوجد للدائرة عدد نقط من محاور التماثل. قلنا للدائرة الواحدة عدد لا نهائي من محاور التماثل، أما نص الدائرة وربع الدائرة ثلث الدائرة خمس الدائرة محور تماثل إيه؟ واحد. طيب بيقول لك إذا كان، ركز معايا السؤال ده مهم، أ ج قطرا في الدائرة. تمام، أ ج قطرا في الدائرة، يعني لو عندنا دائرة زي دي وعملت لها قطر سميتها أ ج، دائرة مثلا مركزها م. طيب إذا كان أ ج قطرا في الدائرة م، تمام، فإن القوس أ ج بكام؟ ركز معي، دايما يا أستاذ القطر بيقسم الدائرة لنصين، يقسم الدائرة ليه؟ نصين أو قوسين. القوس إيه؟ القوسين دول متساويين، يعني القوس اللي فوق زي القوس اللي تحت. طب الدائرة كلها بكام يا أستاذ؟ الدائرة كلها ب 360،
يبقى النص القوس اللي تحت ده ب 180، القوس اللي تحت ب 180 واللي فوق ب 180. هو عاوز قياس ا ج. طب ا ج ده نص ايه؟ نص الدايره اللي هي بتمثل نص اللي هي نص الدايره. نص الدايره بكام؟ ب 180 درجه. يا رب تكون وصلت، وندخل على السؤال الثاني. طيب في السؤال الثاني اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. بيقول لك اذا كانت النقطه ألف تنتمي للدائره، يعني هي تنتمي للدائره، يعني ألف يا استاذ موجوده على اللفه السمراء بتاعت الدائره زي دي اهي، الالف دي موجوده على اللفه السمراء. طيب تمام، للدائره ميم، ادي لك عندنا الدائره ميم التي طول قطرها 6، طول القطر كله ده ب 6، يبقى نصها بكام؟ نصها ب 3، النص ده ب 3 ونص القطر ده ب 3، لان انصاف الاقطار مالها متساوي. طيب فان ميم ألف دي يا أستاذ بتمثل نص قطر. طب القطر كله ب 6، بنصها بكام؟ ب 3، يبقى نختار دي. طيب في الشكل المقابل، الشكل ده عاوز قياس زاوية ألف جيم ب، امشي على المسار ألف جيم ب، يعني عاوز الزاوية دي. ومن الملاحظ يا أستاذ إن الزاوية دي زاوية محيطية، ليه؟ لأن راسها موجودة على محيط الدائرة. طيب ايه علاقة الزاوية المحيطية بالمركزية؟ ركز ان دي مركزية لان الراس بتاعها عند المركز. ايه علاقة المحيطية بالمركزية؟ والله المحيطية يا استاذ نص المركزية. طب المركزية ب 80، نص ال 80 كام؟ 40، يبقى نختار الف 40. خش على السؤال. طيب في السؤال الثالث بيسألك عن عدد الممسات المشتركة لدائرتين متباعدتين. ادي لك عندي دائرة واحدة اهي، ودي دائرة اثنين، تمام؟ ابعاد عن بعض، نقدر نعمل كم مماس؟ ركز معايا يا استاذ، نقدر نعمل 4 ممسات، تمام؟ يبقى نختار 4 للمتباعدتين، واحد من فوق مس هنا في نقطة واحدة، مس الدايرة الثانية في نقطة واحدة، وواحد من تحت مس الدايرة الأولى في نقطة واحدة، والدايرة الثانية في واحدة، واثنين يا استاذ ما بين الدايرتين، هدي لك واحد مس الدايرة الأولى هنا ومس الدايرة الثانية هنا، وادي لك الثاني مس الدايرة هنا ومس الدايرة وين؟ هذا. يبقى عددهم كام الممسات؟ 4. طيب نخش على السؤال الرابع. بيقول لك طول باء جيم، وين باء جيم؟ اللي هي دي، عاوز طول دي، تمام؟ طب ركز معايا، مش دول حتتين ممستين، قطعتان ممستان اللي هي ألف باء وألف جيم، قطعتان ممستان للدائرة عند مين ومين؟ عند باء وجيم. القطعتان دول اتقطعوا بره الدائرة، نستنتج ايه؟ إن القطعتان دول مالهم متساويتان في الطول، يبقى ألف ب بخمسة، يبقى الثانية ألف جيم بخمسة. طيب، يبقى المثلث نوعه إيه؟ متساوي الساقين، صح ولا لأ؟ طب المثلث المتساوي الساقين زاويتين القاعدة بتوعه مالهم؟ متطابقين، يعني كات بعض. طيب، من مجموع زوايا المثلث، أعطيني زاوية الرأس ب 60، يتفضل من 180 120، نوزعهم على الزاويتين دول ال 120، كل واحدة تاخد 60. ركز معايا يا استاذ، ده الثلاث زوايا في المثلث متساويه، نستنتج ان المثلث ده متساوي ايه؟ الاضلاع. يبقى كل ضلع فيه بكام؟ ب 5 سم. طالما ثلاث زوايا جوه المثلث متساويين، نستنتج ان الثلاث اضلاع هيكونوا متساويين، يبقى باء جيم اللي هو عاوزها بكام؟ ب 5. وندخل على السؤال الخامس. طيب في السؤال 5 هنا بيسألك على عدد الدوائر التي يمكن رسمها وتمر بطرفي القطعة المستقيمة ألف باء. يعني لو عندك قطعة مستقيمة اسمها ألف باء، ألف باء، نقدر نعمل كم دائرة؟ نقدر نعمل عدد لا نهائي من الدوائر اللي بتمر بين النقطة ألف والنقطة باء، يبقى عدد لا نهائي. يبقى أي قطعة مستقيمة نقدر نعمل فيها عدد لا نهائي من الدوائر التي تمر بطرفيها. طيب في الشكل المقابل اللي هو ده، بيقول لك ايه؟ قياس زاوية ألف هاء جيم، ألف هاء جيم دي بكام؟ ركز معاي، ده تمرين مشهور ايه؟ واحد. يبقى يا أستاذ هنحل المسألة دي من تمرين مشهور واحد، اللي بيقول لك ايه؟ لو تقاطع وترين في نقطة داخل دايرة، تمام؟ فإن زاوية التقاطع اللي هي هو عاوزها تساوي نص مجموع القوسين. نص مجموع القوسين، يعني تجمع القوس الأول على القوس الثاني وبعد كده تجيب نصه. معاك 50 القوس الأول والقوس الثاني ب 100، يبقى 150، نص ال 150 كام؟ 75. يا رب تكون وصلت، وندخل على السؤال اللي طيب، السؤال رقم 3، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.
يقول لك ميم ونون دائرتان متماستان من الخارج. ركز ان ممكن يغير لك السؤال، يجيب لك مكان الخارج الداخل. طولا نصف قطريهما بالترتيب، نق واحد بخمسة ونق اثنين بثلاثة، فإن ميم نون بخمستاشر، صح ولا غلط؟ تعال نشوف. لما يكون يا أستاذ الدائرتان متماستان من الخارج، يبقى خط المركزين ميم نون يساوي مجموع أنصاف الأقطار، يعني يساوي نق واحد زائد نق اثنين. تمام؟ طيب نق واحد بكام؟ بخمسة، زائد نق اثنين بثلاثة، خمسة وثلاثة ثمانية. طب هو مدي لك بكام؟ بخمستاشر، يبقى الإجابة خطأ. طيب افرض يا أستاذ شال كلمة الخارج دي وجاب لك الداخل مكانها، يبقى إيه علاقة خط المركزين؟ يبقى هتقول له خط المركزين يساوي يا أستاذ نق واحد ناقص نق اتنين. أنا هنديك الاحتمالية بربع، يعني غير لك يجيب لك الداخل. تمام؟ نق واحد بخمسة ناقص نق اتنين بثلاثة، يبقى يساوي كام؟ اتنين. يا رب يكون وصلت، بس اختيارنا هو 8 وهو عضي 15، الإجابة خاطئة. نخش على السؤال. طيب هنا في السؤال الثاني في الشكل المقابل اللي هو ده، بيقول لك إن أ ب تساوي ج د، أ ب دواتر وج د دواتر، يبقى طالما الأوتار متساوية نستنتج إن الأبعاد متساوية. طب إيه هي الأبعاد يا أستاذ؟ اللي دايما بتكون خجلة من المركز عمودية على الأوتار، يعني ده وده، ده خارج من المركز وعمودي على مين؟ على الوتر. طول ما الأوتار متساوية نستنتج إن الأبعاد الصغيرة دي إيه؟ متساوية. ده بثلاثة يبقى ده برضه زيه بثلاثة. بيقول لك فإن ميم واو يساوي ثلاثة، فعلا يساوي ثلاثة. وندخل على السؤال التالي. طيب بيقول لك ثلاثة الشكل أ ب ج د رباعي دائري. أنا أدي لك عملت رباعي دائري، الرؤوس الأربعة بتوعه موجودين على محيط الدائرة وسميتهم أ ب ج د. يكون رباعيا دائريا إذا كان قياس زاوية أ اللي هي دي زائد قياس زاوية ج اللي هي دي تساوي 90. غلط. قلنا في الرباعي الدائري عشان نقول عليه رباعي دائري لازم كل زاويتين قصاد بعض يكونوا متكاملتين. يعني متكاملتين يعني مجموعهما 180 وليس 90، يبقى الإجابة غلط. طيب في الشكل المقابل ده، قياس القوس أ ج ب 100، أ ج د بكام؟ ب 100، صح ولا غلط؟ تعال نشوف ايه علاقة الزاوية المحيطية بالقوس بتاعها؟ والله الزاوية المحيطية نص القوس بتاعها. طب القوس الزاوية المحيطية 50، يبقى القوس ضعفها 100، يبقى الإجابة صحيحة. تمام؟ ندخل على السؤال الخامس. طيب في السؤال الخامس بيقول لك في الشكل المقابل ده، قياس القوس أ ب، وين أ ب اللي هو ده؟ زائد قياس القوس ج د، ج د اللي هو ده، قال لك يساوي 300. تعال نشوف يا أستاذ. اولا اول ما تلاقي عندك توازي دور يا اما على حرف، ركز انا عندي توازي دي ودي، لما تلاقي عندك التوازي دور على ثلاث حروف، يا زد يا يو يا اف. والله يا استاذ ده حرف الزد، دي ب60 يبقى دي زيها ب60 بالتبادل. تمام؟ طيب ايه علاقه الزاويه المحيطيه بالقوس بتاعها؟ والله يا استاذ الزاويه المحيطيه نص القوس. طب الزاويه المحيطيه 60 يبقى القوس ضعفها ب120. طيب نفس الكلام الزاوية المحيطية بتاعت الجيم علاقتها ايه بالقوس بتاعها؟ نصها. طب الزاوية المحيطية 60 يبقى القوس ضعفها ب120. طيب كده جبنا القوس أ ج والقوس ب د، تعال نشوفهم كام على بعض. 240. 200 وكام على بعض؟ 240. يتفضل كام يا أستاذ من ال 360؟ والله يا أستاذ يتفضل من ال 360 120، يبقى ده زائد ده ب 120. هو قال لك بكام؟ ب 300، يبقى الاجابه هي غلط. ونخش على السؤال السادس. طيب السؤال ستة يا استاذ في الشكل المقابل اللي هو ده، بيقول لك ان محيط المثلث أ ب ج د الكبير ب 9 سم. تعال نشوف. والله يا استاذ دول قطعتان ممستان للدايره من نقطه براها، يبقى نستنتج ان هم متساويين، دي ب 2 يبقى دي ب 2. طيب نفس الكلام هنتعامل كل دي مرة مع دي ومرة مع دي. طيب والله برضو دي ودي قطعتان ممستان للدائرة من نقطة براها، نستنتج ان هما هيكونوا متساويين، دي باربعة يبقى برضو دي باربعة. نفس الكلام للمنطقة الثالثة، ده وده قطعتان ممستان للدائرة من نقطة براها، نستنتج ان هما هيكونوا متساويين، ده بثلاثة يبقى ده بثلاثة. معاك اتنين وتلاتة يبقى على بعض كام؟
يبقى الضلع الأول بخمسة زائد، واثنين وأربعة ستة، يبقى الضلع الثاني بستة زائد، وأربعة وثلاثة سبعة، يبقى الضلع الثالث بسبعة. تعال نجمعهم ونشوفهم يدينا تسعة ولا لا. خمسة وستة يا أستاذ 11، 11 وسبعة 18، يبقى المحيط المفروض 18، هو عاطي لك تسعة، يبقى الإجابة إيه؟ خطأ. تمام، وندخل على السؤال وصل. طيب هنا يا أستاذ بيقول لك صل العمود ألف بما يناسبه من عمود باء. أنا جايبها ليك وأنت أبقى إيه، نكتب لك الإجابة وأنت وصل براحتك. بيقول لك قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نص دائرة. إحنا قلنا الزاوية المحيطية المرسومة في نص دائرة قائمة، طب القائمة قياسها كام؟ 90 درجة. طيب في الشكل المقابل عاوز قياس زاوية مين؟ قياس زاوية ألف اللي هي دي. تمام؟ طيب ركز معاي. أولا يا أستاذ ألف ب ج د شكل رباعي دائري، ليه؟ لأن الرصان بتوع الأربعة موجودين على محيط الدائرة، فهو رباعي دائري. تمام. طب ده يا أستاذ مش خط مستقيم. أيوه. قياس الزاوية المستقيمة كام؟ 180. فركز إن الزوايا اللي فوق الخط دول 180، مديني منهم 130، يتفضل كام؟ يتفضل 50، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب50. ومن خواص الشكل الرباعي الدائري إن كل زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني مجموعهم كام؟ 180. طب دي ب50، يبقى ألف ب130، يبقى نختار 130 درجة وندخل على السؤال. طيب هنا يا أستاذ في السؤال الرابع، السؤال الثالث بيقول لك في الشكل المقابل ده، بيقول لك ب د مماس، ب د مماس، لأن مس الدائرة عند ب، وقياس زاوية د ب ج، د ب ج دي كلها ب140، عاوز قياس زاوية ألف دي. يا أستاذ عشان تجيب ألف لازم تجيب القوس بتاعها اللي هو ب ج. طب نجيب إزاي ب ج؟ الب ج يجي عن طريق الزاوية اللي هي ب140. ركز معاي، د ب مماس وب ج وتر، يبقى دي ايه؟ زاوية مماسية. طب ايه علاقة الزاوية المماسية بالقوس بتاعها اللي هو ب ألف ج؟ والله المماسية نص القوس. طب المماسية ب140، يبقى القوس بتاعها ضعفة، ضعف ال 140 كام؟ 280. يبقى ايه القوس ده كله؟ ده كله اهو ب 200 وكام؟ و80. طب الدايرة كلها كام؟ 360. طب ال 360 يا أستاذ خدنا منهم 280، يتفضل كام؟ يتفضل يا أستاذ القوس ده ب 80. طيب ركز معايا، مش ألف يا أستاذ زاوية محيطية لأن الرأس بتاعها على محيط الدايرة. أيوه، وين القوس بتاعها؟ القوس بتاعها ب ج. طب إيه علاقة الزاوية المحيطية بالقوس بتاعها؟ نص القوس. طب القوس ب 80، يبقى نص ال 80 40، يبقى قياس زاوية ألف بكام؟ ب 40. ونخش على السؤال الرابع. طيب نبدأ يا أستاذ في السؤال الرابع، بيقول لك طول نص قطر الدائرة المارة برؤوس مثلث قائم الزاوية طول وتره ب 10، فيساوي كام؟ ركز معايا، إحنا هنعمل دائرة يا أستاذ ونرسم جواها مثلث قائم بس عشان نفهم أكتر. تمام، ونخلي الرؤوس بتاعها بتمر بها الدائرة دي. إحنا خدنا يا أستاذ نظرية بتقول إيه؟ إن الدائرة المرسومة خارج مثلث قائم، يعني المثلث القائم ده جواها. نستنتج إيه؟ إن دايما المركز بتاع الدائرة ده بيكون في منتصف الوتر. ركز إن ده وتر، قال لك ب 10. تاني تاني تاني، لو عندك دائرة مرسومة خارج مثلث قائم، يعني المثلث القائم جواها، فإن يا أستاذ مركز الدائرة دي اللي هو ميم بيكون في منتصف الوتر. تمام، فيكون ايه؟ في منتصف الوتر، يعني الحتة دي كد الحتة دي. طب الوتر كله ب 10، يبقى دي ب 5 ودي ب 5. هو عاوز مين؟ نص القطر. نص القطر يعني عاوز بعد المركز عن النقطة على الدائرة، يعني ب 5، نقول له 5 سم. تمام، وخش على السؤال الخامس. طيب هنا يا أستاذ في السؤال الخامس في الشكل المقابل بيقول لك إن المثلث ميم ألف ب، ميم ألف ب متساوي إيه الأضلاع؟ متساوي الأضلاع يعني برضه متساوي الزوايا، نقسم ال 180 على 3، كل زاوية فيه بكام؟ ب 60 درجة. طيب تمام، وباء ج مماس، باء ج مماس، يبقى هنستنتج إن عندنا زاوية مماسية اللي هي ألف باء ج، دي زاوية مماسية، ده وتر وده مماس، يبقى الزاوية دي مماسية، القوس بتاعها ألف باء. فإن قياس زاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم، يعني عاوز قياس الزاوية الممسية دي اللي القوس بتاعها ألف باء. ركز معايا يا أستاذ، دي زاوية ممسية وزاوية ميم مركزية،
ليهم هما الاثنين نفس القوس ألف باء، طب إيه علاقة الزاوية المركزية بالممسية؟ والله يا أستاذ الممسية نص المركزية، طب المركزية ب 60، يبقى الممسية نصها بكام؟ ب 30. يا رب يكون وصل. طيب النسبة بين قياس الزاويتين المركزية والمحيطية المشتركتان في نفس القوس، مين اللي جه الأول؟ المركزية، وأنا عارف إن المركزية ضعف مين؟ ضعف المحيطية، يبقى 2 إلى 1. اللي جت الأول الكبيرة اللي هي المركزية تاخد جزئين والمحيطية تاخد جزء. طب افرض عكس السؤال وقال لك المحيطية إلى المركزية، يبقى المحيطية دي صغيرة، بدأ بالصغير يعني تبدأ بال1 إلى 2. وصلت؟ طيب يبقى ناخد 2 إلى 1، دايما المركزية ضعف المحيطية، تمام؟ طيب نخش على السؤال، تقريبا ده السؤال يا وبكده يا أستاذ يكون احنا خلصنا مين؟ النموذج الأخير، النموذج الثالث والأخير في نماذج الكتاب المدرسي اللي هو نموذج الطلاب المدمجين. وركز، النموذج ده أقسم بالله يعتبر أهم نموذج لمملك المنهج، ومسألة كلها مهمة. الناس اللي هتتابع معنا باقي النماذج لايك للفيديو، تنزل تشترك في القناة، والمهم إن هي تفعل زر الجرس عشان أول ما ننزل فيديو يوصلها أول واحد. إن شاء الله مستمرين معاكم، وهننتقل مع بعض بإذن الله الأولى ثانوي. ربنا يوفقكم، وإن شاء الله تقفلوا مادة الرياضيات، ومش بس كده مادة الرياضيات، كل موادكم بإذن الله، ونشوفكم في أحسن الأماكن اللي أنتم بتتمنوها وأهاليكم بيتمنوها. أنا عماد يسري، بالله عليك ما تنساش تدعي لي وتدعي لوالدي الله يرحمه. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، نلتقي في محافظة القاهرة. السلام عليكم.